ارحب كذلك بالاستاذه منى عبد العزيز التويجري، وهي متفوقه دراسيا ومتطوعه ومستفيده من الجمعيه. السلام عليكم استاذه منى. وعليكم السلام. الله يرضى عنك استاذه منى، لو تحدثينا عن تجربتك وماذا غير فيك هذا العمل التطوعي. بسم الله الرحمن الرحيم. اولا شكرا لله، ثم شكرا لكم قناه المجد وجمعيه ابناء الكرام لاتاحتكم الفرصه لي للحديث هنا، ثم شكرا عميقا لابناء حين فتحت لنا باب التطوع والاحسان في كل حين وان. تجربتي في التطوع كانت بالنسبة لي تجربة فريدة وجميلة ونقطة بداية حقيقية لي. جميل. أنا من بنات أبناء قلبا واحتواء، كنت أرى متطوعات الجمعية كجسد واحد حولنا، حبا وعطاء وعملا واحتواء. قسمات السعادة على وجوههم تحفنا، أرواحهم تأوينا، بسماتهم وأحاديثهم ومبادراتهم مباهج كأنها الربيع لنا. من هنا كانت فكرة انطلاقتي ودخولي لعالمهم الجميل وعزمي لتجربة التطوع، وكانت البداية. نعم. الآن أستطيع القول أن التطوع حياة فيها ربيع وارك من السعادة. جميل. ماذا؟ جميل. فيها ربيع وارك من السعادة التي كنت أسعى بحثا عنها، وكما قيل إنما الإحسان غرس ثابت فاغرس الإحسان يأتيك الثمر، وأنا أؤكد لكم اليوم أني ذقت حلاوة هذا الثمر. الحمد لله. ختاما لجمعية أبناء ومتطوعاتها كل شكري وثنائي ودعائي، ولأستاذتي الأولى وملهمتي سادة عزيزة أسحيمي جزيل شكري وأعمق دعواتي وأصدق معاني الحب والوفاء والثناء، لها ولكم سلامي ودعاء. الله يرضى عنك، شكرا جزيلا لك، وليس مستغرب منك هذا الوفاء لمن علمك. أستاذة منى عبد العزيز التويجري متفوقة دراسيا متطوعة مستفيدة من جمعية أبناء، شكرا جزيلا.